عندك مشكلة في النوم؟ عندك مشكلة في النوم؟ مش عارفة تنامي بعد رمضان؟ عندك دوام، عندك التزامات ومش عارفة تعمليها عشان انتي مش نايمة كويس، مش مركزة، في نسيان، في تشتت، في توهان بسبب قلة النوم. فالفيديو ده جمعت كل ما يتعلق بالنوم، كل ما يتعلق بالنوم من أعشاب طبيعية ومن مكملات غذائية ومن أدوية لا وصفية أقدر أجيبها من الصيدلية بدون وصفة طبية، ومن أدوية وصفية أقدر أن أنا أذهب لطبيب متخصص عشان يكتبها لي عشان تحسن جودة النوم. كل ثانية كل دقيقة مهمة جدا جدا في الفيديو ده، وكمان هجاوب على أسئلة كتيرة جدا جدا، تقريبا 15 سؤال. دور النوم في الاندكاسات مع ثنائي القطب، عايز استخدم جي اتش عشان النوم، هل أدوية النوم تظهر في تحليل كشف عن المخدرات، نصايح للنوم الطبيعي، ليه يفضل النوم ليلا، وأسئلة كتيرة تاني. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم، أنا طاشر وهنا قناة الثاوي، القناة مهتمة بكل ما يخص الصحة تحت منصة الدواء والغذاء، ولكن الأدوية النفسية وكل ما يتعلق بالدماغ ليه اهتمام جدا جدا خاص عندي، لأن أنا شخصيا دخلت مصحة نفسية 3 مرات واستخدمت أدوية نفسية كمان تقريبا حاليا حوالي 6 سنوات. فعشان كده لو انت مهتم بالصحة النفسية او كل ما يتعلق بالادوية النفسية، دي المنصة الاولى او التوجه الاول لك. النهاردة ان شاء الله باذن الله هنتكلم على المنومات او sleeping aids، هنتكلم على الاعشاب، على المكملات، على الادوية اللاوصفية او OTC medications، وهتكلمكم كمان على الادوية الوصفية، هقول لكم الاسماء التجارية اللي تقدر تجيبها من الصيدليات في السعودية وفي مصر، وهقول لكم كمان على الحاجات اللي تقدر تجيبها اونلاين من اي هيرب، من امازون، من اي باي، هقول لكم على جرعاتها، على افضل توقيتات استخدامها. فعشان كده يعني مهم جدا انت تشوف الفيديو من اول دقيقة لغاية اخر دقيقة. لو انت جديد معنا في القناة ياريت تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس والكلام الحلو ده كله. طيب الاول كده حابب ابدأ بحاجة مهمة، هي قصة بسيطة ولكن فيها عبرة كبيرة جدا. كان احد امراء المؤمنين بيقول لحكيم انصحني، فقال له يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كنت في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وكنت على وشك الموت، وجاء رجل قال لك أعطيني نصف ملكك في مقابل لك أن في مقابل أن أعطيك ماء، قال أعطيه له، قال أرأيت إن شربت هذا الماء ولم تستطع إخراجه، تمام، وجاء لك رجل آخر وقال لك أعطيك عشبة ماء عشان تخرج البول يعني، تمام، في مقابل نصف ملكك الآخر، أتعطيه له؟ قال أعطيه له. الشاهد من الموضوع كنا أن في حاجات أوقات لا تقدر بقيمة. أنا بالنسبة لي شخصيا النوم أهم من أي منصب، أهم من أي سلطة، أهم من أي شهرة، أهم من أي فلوس، لأن أنا كل أسباب انتكاساتي في كل الناس اللي بتتابعني هنا، الناس اللي ما تعرفش أن أنا أصلا مشخص في ثنائي القطب أو الاضطراب الجداني ثنائي القطب، كان سببها قلة النوم، قلة النوم. وعشان كده أخوانا الفيديو بتاع النوم النهاردة هيكون دسم جدا وفيه معلومات جديدة أول مرة حد ناس تسمعها مني، وأول مرة كمان تكون موجودة على أي قناة أو على أي محتوى على اليوتيوب. أول معلومة مهمة جدا جدا، إيه هو النوم الصحي؟ يعني إيه نوم صحي؟ نوم صحي يعني نوم عميق سريع بدون تقطعات، واصحى وانا وفايق، واصحى وانا وفايق. لو في خلل من الاربع دول يبقى النوم غير صحي، يفضل طبعا من 6 ل 8 ساعات متصله خلاص. ولكن الاربع شروط دول مهمه جدا 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 عشان اقول انا نمت نوم صحي. الناس اللي بتتابعنا برضو عارفه ان انا من ضمن الاسباب اللي انا بعمل عليها حميه الكيتو، او علشانها حميه الكيتو كل عام في شهر رمضان، هو النوم الصحي، النوم العميق، النوم السريع خلاص. فعشان كده موضوع الكيتو مهم جدا، ومؤخرا انا عملت حميه الكيتو بنظام ال HSCK دايت الساوي سوبر كلاسيك كيتوجينيك دايت عشان اوقف الادويه النفسيه، والفضل لله قدرت ان انا اوقفها بعد الانتكاسه الاخيره من 6 ل7 شهور، وعملت فيديوهات كتيره عن الموضوع ده. طيب تعال ندخل بقى في الاعشاب الطبيعيه، عشبه طبيعيه تكون موجوده عندي داخل البيت، والعشبه دي اقدر ان انا اجيبها واستخدمها وتساعدني على النوم. عندنا الاعشاب اللي بتحتوي على الكامومايل، كامومايل، تمام، عشبه الكامومايل جدا جدا ممتازه، لو انا استخدمت منها كوب قبل النوم بساعه ده جدا جدا ممتاز. عندنا كمان الكلوف، الكلوف او بيسموها المسمار، تمام،
او القرنفل، دي من الاعشاب جدا جدا ممتازه، دي رقم 2. عندنا كمان البيبرمنت او النعناع. مهم جدا ان انا اعرف ان التلات اعشاب دول بيفيدوا في النوم، ولكن في جزئيه مهمه، ان انا ازاي اعمل الاعشاب دي. لازم عشان اي اعمل الاعشاب دي اسخن الميه، بسخن الميه الاول بعدين اسيبها تبرد وبعدين اصبها على العشبه نفسها، ولازم اغطي العشبه، لازم اغطي الكوب اللي فيه الماء عشان الماده الفعاله اللي في الكامومايل وفي الكلاف وفي البيبرمنت حاجه اسمها فولاتايل اويل، بيحصلها فولاتايليزيشن، ولما يحصلها فولاتايليزيشن ممكن تفقد فعاليتها. فعشان كده مهم جدا اسخن الميه، اسيبها تبرد بس شويه صغيرين من دقيقتين لثلاث دقائق، بعدين بصبها على العشبه نفسها، بعدين بغطيها لمده من 5 ل10 دقائق، وبعدين بشرب العشبه قبل ما انام بساعه، يفضل يكون بدون سكر. دي الاعشاب الطبيعيه او افضل الاعشاب الطبيعيه اللي انا اقدر اجيبها وتحسن جوده النوم. طب تعالى دكتور، كلمنا عن المكملات الغذائيه او السبلمنتس او بيسموها فود سبلمنتس او بيسموها النوتروسيتيكلز، المكملات الغذائيه. عندنا الميلاتونين، والميلاتونين متاح حاليا في مصر من شركه ناو الامريكيه، ومتاح في السعوديه من شركه جي بي فارما جي بي ميلاتونين، ومتاح برضو من شركة كندية اسمها جيمسون ميلاتونين. وبفضل انا صراحة في السعودية جيمسون ميلاتونين، لانها بتكون شوبل ان هي تمتص ومفعولها بيكون سريع ولا تؤثر على الانزيمات بتاعة الكبد. بتكون متركيز 3 ملغ، ممكن يستخدم 1 أو 2 قبل النوم بساعة لساعتين، بتجيب نتيجة جدا جدا ممتازة. رقم 1 ميلاتونين. رقم 2 الفاليريانا او عجبة الفاليريانا، متاحة في السعودية في مكمل فاليريانا بنفس الاسم لشركة اكو فارما الفرنسية، ومتاحة في مصر لعشبة دورمفال برضو، ان احنا نقدر نستخدم دي او دي قبل النوم بساعة لساعتين. من الحاجات اللي بتحسن النوم، بتحسن جودة النوم بصورة جدا جدا ممتازة. كمان عندنا عشبة النردين او بيسموها الباسيفلور، متاحة في باسم اكو فارما باسيفلور في السعودية، ونقدر نجيبها كمان من اي هيرب من امازون. عندنا ممكن نستخدم برضو المكملات الغذائية اللي بتحتوي على مادة جي اي بي اي او الجاما امينو بيوتيريك اسيد. عندنا كمان في مكمل غذائي اسمه سونجانايت، ده بيحتوي على 3 ل4 انواع من المكملات الغذائيه الطبيعيه اللي بتساعد على جوده النوم. فدي افضل فود سبلمنتس او نيوتروسيتيكلز ان اقدر اجيبهم واستخدمهم من الصيدليات بدون وصفه طبيه، ويحسنوا جوده النوم. طب خلينا ندخل بقى بعدين على حاجه اسمها الاو تي سي ميديكيشنز. تمام، او تي سي ميديكيشنز معناها ان هي ادويه اقدر اجيبها من الصيدليه بدون وصفه طبيه. طبعا الادويه اللي تحتوي على انتي هيستامينكس او مضادات الهستامين من العيله الاولى، زي اللي بتحتوي على ماده الدايفين هيدرامين، واللي بتحتوي على ماده الكلوروفنير امين ميليت، وفي بعض الاحيان مضادات الهستامين من العيله الثانيه زي ماده السيترزين بتساعد برضو على النوم. قلنا اسماء تجاريه دكتور. عندنا في دواء اسمه هيستوب، عندنا دواء اسمه كلوروستول، عندنا دواء اسمه الارفين، عندنا كمان الستراك والزيرتك. دي من الادويه اللاوصفيه اللي بتحسن على جوده النوم او تخلي الواحد يدخل في نوم طبيعي. يعني طب بص والله يا دكتور، كل الحاجات اللي انت بتقولها دي من اعشاب طبيعيه، من مكملات غذائيه، من كمان ادويه لا وصفيه، يعني استخدمت حتى بناتول نايت، استخدمت ادول بي ام، مفيش ولا حاجه جايبه معايا نتيجه. فهنا بقى لازم يكون في دور للحاجه الاخيره معانا اسمها الادويه الوصفيه. الادويه الوصفيه هي عباره عن حاجه اسمها البريسكرايبد ميديكيشنز. الادويه دي هي عباره عن ادويه من عائله مضادات الاكتئاب او من عائله مضادات الذهان او من عائله مضادات القلق، بتساعد على جوده النوم. وهنا يا اخوانا مهم جدا جدا ان احنا نلفت النظر لنقطه مهمه، ان اوجات النوم بيكون بسبب اكتئاب، فلازم هنا يكون في دواء مضاد اكتئاب يحسن جوده النوم. اوجات النوم بيكون بسبب هوس او هلاوس او ضلالات او مبدا المؤامره المبالغ فيه زياده عن اللزوم، فده هنا لازم يكون في مضاد ذهاني يساعد على النوم. اوجات قله النوم بتكون بسبب قلق او توتر او الاضطرابات القلقيه زي الوسواس القهري، زي الرهاب الاجتماعي، زي رهاب الساحه، زي نوبات الهلع، دي كلها بيسموها الاضطرابات القلقيه، وهنا لازم يكون في دواء من مضادات القلق يساعد على النوم. طيب قول لنا دكتور لو سمحت، افضل مضادات الاكتئاب اللي بتساعد على النوم.
رقم واحد في مضادات الاكتئاب اللي بتساعد على النوم هي الادويه اللي محتوى على ماده فعاله اسمها الميرتازابين. ماده الميرتازابين دي موجوده في اسم تجاري اسمه اوريمرون في كل دول العالم، وكمان موجوده في السعوديه في دواء اسمه ميرزاجين، وموجوده في دواء تاني في مصر اسمه ميرتماش. فدي رقم واحد كمضاد اكتئاب يساعد على النوم. خلاص نخلي بالنا من الموضوع ده. رقم اتنين من مضادات الاكتئاب اللي بتساعد النوم ماده الامي تريبتايلين، ودي من عيله التراسايكليك انتي ديبريسنت، ودي موجودة في دواء اسمه تريبتيزول ولاروكسيل على مستوى دول العالم كله، وبتيجي بتركيزات 25 و100. بالمناسبة الميرتازابين بتيجي بتركيزات 15 و30. بس هنا انا بتكلم على المادة الفعالة وبتكلم على الاسم التجاري، ولكن كتابة الدواء وتحديد الجرعة والاسم التجاري بيتم عن طريق الطبيب النفسي المتخصص، ويكون اسمه السيكياتريست او طبيب نفسي وليس سايكولوجيست، وليس كمان حاجة بيسموها نيورولوجيست، ده طبيب مخ وعصاب. فنخلي بالنا من الجزئية دي اخوانا عشان ما يبقاش في اوفرلابنج في الموضوع. طيب يبقى دول كده افضل مضادات اكتئاب بتساعد على النوم. طيب افضل مضادات ذهان بتساعد على النوم، مضادات الذهان المحتوى على المادة الفعالة اسمها كوتيابين، والبراند بتاعها على مستوى دول العالم طبعا كلها سيركويل. ده رقم واحد في النوم. رقم اثنين مضادات الذهان المحتوى على ماده الاولانزابين، والبراند بتاعه في كل دول العالم اسمه زيبريكسا. رقم ثلاثة ماده الكلوك برومازين، ودي الماده الفعاله في البراند اللي اسمه نيورازين، وده من ضمن عيله مضادات الذهان اللي من العيله الاولى اللي هي بيسموها تيبيكال انتي سايكوتكس. تمام. ورقم اربعة مادة الكلوزابين، ومادة الكلوزابين عليها تحفظ شوية، ولكن يعني هي برضو من الحياة اللي بتجيب نتيجة جدا جدا ممتازة في النوم لو كان في هوس وهلاوس وضلالات، ولو كان الشخصية مشخصة بفصام او فصام وجداني. وطبعا البراند بتاعها ليبونكس. كل الأدوية أو المواد الفعالة اللي أنا اتكلمت عنها سواء مادة الميرتازابين والبراند ريمارون، مادة الأميتريبتايلين والبراند تريبتيزول، مادة الكوتيابين والبراند سيركويل، مادة الأولانزابين والبراند زايبريكسا، مادة الكلوربرومازين والبراند نيورازين، مادة الكلوزابين والبراند ليبونكس. دول عليهم فيديوهات كاملة تفصيلية هنا في القناة، والحمد لله فضلا كلهم ترند بحث يوتيوب رقم واحد. اللي حاب أي فيديوهات تفصيلية عنهم يقول لي بس تحت في التعليقات وأنا هجيب له لينك الفيديو. خلاص طيب نيجي بقى لمضادات القلق. لو شخص عنده قلق أو اضطرابات قلقية والاضطرابات القلقية دي هي اللي بتعمل قلة نوم، فهنا لازم يكون في مضاد قلق يساعد على النوم. طبعا مضادات القلق عيلة كبيرة جدا جدا، ولكن اشهرها البنزودايازبينز او بيسموها البنزوز. ورقم واحد في البنزودايازبينز في النوم هي مضادات القلق اللي بتحتوي على مادة فعالة اسمها لورازيبام. لورازيبام طبعا البراند بتاعها اسمه اتيفان. اتيفان غير متوفر في معظم الدول العربية. طيب رقم اثنين الدايزبام، والدايزبام البراند بتاعه اسمه فاليوم، وده موجود في معظم دول العالم، وفي مصر عندنا في دواء اسمه الفالينيل يحتوي برضه على ماده الدايزبام. رقم ثلاثة ماده الالبرازولام، وده موجود في دواء اسمه زانكس، وطبعا في عندنا في مصر الزولام، وفي عندنا في مصر ريستلام. طبعا الادويه دي كلها ادويه لا وصفيه، يعني لازم تكون بوصف الطبيب. والادويه البنزودايازبينز او البنزوز دي ادويه جدول، يعني من الجدول الثاني، لازم يكون وصفه حديثه مختومه من طبيب استشاري. حتى حاليا في مصر اعتمدوا الموضوع ده. فكده احنا خدنا او اتكلمنا على كل الادويه او كل المواد الطبيعية والغير طبيعية لتحسين جودة النوم، ولكن فاضل حاجة بسيطة بس كده، ان اوجات الناس اللي عندهم قلق والقلق بيسبب لهم قلة نوم، في ادوية تانية مضادات قلق بتساعد على النوم زي الادوية اللي تحتوي على مادة الفينوباربيتون. طبعا دي نخلي بالنا في تحفظ كبير جدا جدا عليها، ودي من ادوية الجدول، ودي ادوية جدول تاني، وحاليا كمان يعني ممنوعة في اغلب دول العالم، لكن موجوده في بعض الدول العربيه، لان للاسف الزياده بتاعتها من الجرعات بتاعتها ممكن تكون مميته. فانا حبيت بس الفت النظر للجزئيه دي. في حاجه ادويه ثانيه بيسموها زد هيبنوتكس او زي هيبنوتكس. تمام. طبعا اشهرهم ماده الزوبيكلون،
ودي موجوده في دواء اسمه زيبكلون، وماده الاس زيبكلون، وموجوده في دواء اسمه نايت كالم، وماده الزاليبلون، وموجوده في دواء اسمه سليب ايد، وماده الزوربيدام، وموجوده في دواء اسمه زيديوم. عندنا ماده البوسبيرون كمان موجوده في دواء اسمه البوسبار. خلي بالنا يا اخوانا، مضادات القلق لازم وصفه طبيه، كل مضادات القلق اللي انا ذكرتها دي لازم وصفه طبيه، ولازم يكون عن طريق اشراف طبيب، لان هي بتشتغل على الجاما امينو بيتريك اسيد، واللي بيشتغل على الجابا ريسبتورز دي للاسف ممكن يسبب تعود وممكن يسبب ادمان. مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان لا تسبب تعود ولا ادمان، ولكن برضه لازم وصفه طبيه، ولكن ولازم تكون عن طريق اشراف طبيب نفسي متخصص وليس طبيب مخ واعصاب. خلاص نخلي بالنا من الموضوع ده. نيجي للاسئله اللي جات لنا بخصوص موضوع النوم. ايه دور النوم في الانتكاسات مع سنان القطب؟ النوم هو المؤشر رقم واحد في الانتكاسات مع سنان القطب. يعني في مؤشرات 12 مؤشر للناس اللي بتتابع معايا شخصيا في موضوع الجلسات النفسية عشان نتجنب انتكاسات سنان القطب، ولكن رقم واحد هو النوم. لو حصل خلل في النوم، ان النوم غير عميق غير سريع، في تقطعات، بصحى مش فايق، بنام عدد ساعات قليل، تمام، هنا بقى نخلي بالنا ده مؤشر كبير جدا جدا ان ممكن الشخص يكون داخل على انتكاسه، فلازم الادويه بتاعته تتظبط شرعتها، ولو هو موقف ده لازم يرجع للادويه. طيب السؤال رقم 2، هل زياده معدل النوم مؤشر على شيء؟ نعم، زياده معدل النوم دي ده مؤشر من ضمن مؤشرات الاكتئاب، وممكن يوصل يكون الشخص وصل لمرحله اسمها اكيوت ديبريشن، وشرحنا مراحل الاكتئاب كلها في مراحل ثنائي القطب السبعه، وكمان مراحل ثنائي القطب التسعه. اللي حابب لينك الفيديو يقول لي تحت وانا هسيبه له في الوصف. السؤال الثالث، عايز استخدم جي اتش عشان النوم. بص قلنا هو جي اتش هو عباره عن جروث هرمون، وده من الحاجات اللي بيستخدموها ابطال كمال الاجسام عشان يزودوا الكتله العضليه وكمان يزودوا معدل حرق الدهون، وهو صدقا يعني بيحسن جوده النوم، لان هو بيزود كمان هرمون النوم الطبيعي اللي هو الميلاتونين، وبيقلل الاسترس هرمونز، ولكن سعره غالي وليه بعض الاثار الجانبيه الثانيه، فنخلي بالنا حذر من الحاجات دي. اي نعم هو اوف ليبل، ولكن في ناس بتستخدمه في حاجات أأمن منه وأفضل منه كتير. خلاص طيب، أفضل مكمل للنوم من وجهة نظر الشخصية، أفضل مكمل من المكملات اللي احنا ذكرناها دي كلها هو الميلاتونين، لأن الميلاتونين ده هرمون طبيعي داخل الجسم. طيب النوم عند الأطفال، في ناس بتشتكي إن أولادها بيبقى عندهم مشكلة في موضوع النوم، فنخلي بالنا موضوع قلة النوم على الأطفال ليه عوامل كتير جدا جدا، من ضمنها الجوالات، قنوات الأطفال اللي بتشتغل على الطبل والكلام زي كده، من ضمنها الألعاب بتاعت الأطفال، من ضمنها الأكل الغير صحي، فنخلي بالنا من الحاجات دي كلها، لازم العادات دي كلها تتغير أو نقلل منها قدر الإمكان. ويفضل تجنب الأدوية اللي هي من مضادات الهستامين العيلة الأولى، زي الناس اللي بتستخدم فينستيل عشان تنوم أولادها، أو الناس اللي بتستخدم هيستوب عشان أولادها يناموا. ان للاسف استخدام الأدوية دي على المدى الطويل ممكن بيسبب آثار جانبية ومشاكل كثير جدا جدا للطفل. تمام، هل فعلا في بخاخ للنوم زي فيلم محمد صبحي؟ بص خلونا، مفيش حاجه اسمها بخاخ للنوم وبيتباع في الصيدليات والكلام زي كده، في حاجات فعلا بتساعد على النوم، النوم السريع، ولكن دي بتستخدم في العمليات الجراحيه، تمام، وليها بيكون تحت استخدام طبي دقيق وحذر، زي الحاجات اللي بتحتوي على ماده الكيتامين والحاجات اللي بتحتوي على ماده كمان الاسكيتامين، عملوا منها حاليا بخاخ اسمه سبروفاتو، وهو يعني بيستخدموه حاليا بخاخ في الانف عشان الاكتئاب وليس عشان موضوع النوم. وعملت فيديو كامل تفصيلي عن موضوع الزبروفاتو هنا، اللي حابب لينك الفيديو يكتب لي تحت وانا ان شاء الله اساعده. هل ادويه النوم والصحيه تظهر في تحليل الكشف على المخدرات؟ طيب السؤال ده حلو جدا ومهم جدا. الادويه النوم اللي من عيله اللي من عيله البنزودايزابينز بتظهر في تحليل الكشف على المخدرات، واللي من عيله الباربيتيوريتس برضه بتظهر في تحليل الكشف عن المخدرات، فنخلي بالنا جدا جدا للناس اللي بتستخدم مضادات قلق بتساعد على انه ممكن تظهر في تحليل الكشف على المخدرات. خلاص، السؤال اللي بعده، كان عندي قله نوم بسبب هوس والطبيب اعطاني مضادات اكتئاب. مصيبه، لان هنا يعني للاسف مضادات الاكتئاب بتزود نوبات الهوس. كان عندي قله نوم بسبب نوبات هوس والطبيب اعطاني مضادات قلق، برضه هنا مضادات القلق بتزود نوبات الهوس، فنخلي بالنا من الموضوع ده جدا جدا جدا. لو انا عندي قله نوم بسبب هوس او هلاوس او ضلالات، او انا عندي سنين قطب او فصام او فصام وجداني، لازم يكون فيه مضاد دهان وليس مضاد اكتئاب وليس مضاد قلق. خلاص،
يعني نيجي للسؤال اللي بعده، ليه لما باخد ادويه البرد بنام؟ لان ادويه البرد بتحتوي على الفيرست جينيريشن او الجيل الاول من مضادات الهستامين، فعشان كده هي بتساعد على النوم. ده طبعا بنادول كولد اند فلو، عندنا الفلودريكس، عندنا الكونجستان، عندنا الكوميتكس، من اشهر الادويه اللي بتحتوي على الفيرست جينيريشن انتي هيستامينكس. تمام. طب نصايح للنوم الطبيعي بدون اي دواء وبدون مكمل، انا عايز انام نوم طبيعي تماما تماما بدون اي حاجه. عندنا بص هقول لك على كام نصيحه كده ان شاء الله باذن الله يعجبك. رقم واحد، لا تنام نهارا مهما حصل، خلاص مهما حصل لا تنام نهارا. اثنين، ممنوع قهوه من بعد العصر تماما. رقم ثلاثة، نعمل كارديو الصباح، كارديو تمارين مجهود بدني الصباح، حتى لو مشي، حتى لو نط حبل في البيت، حتى لو جري، حتى لو جوجينج، يعني فاهم زي ما انت عايز. نعمل ريزيستنت اكسرسايز او اللي هي تمارين الحديد او المقاومه من المغرب للعشاء، مهم جدا. يعني انا بفضل التوقيت ده الساعه دي، لان في دراسه اتعملت ان النوم قبل الساعه 11 مساء ده ليه دور كبير جدا جدا في تقليل هرمونات التوتر وتحسين جوده النوم، ان هو يكون نوم عميق سريع بدون تقطعات، بصحى فايق. تمام. جوال، بفضل ان الجوال بتاعك يعني فضلا لامرا ان هو يكون مغلق من بعد صلاه العشاء، يعني قبل النوم بساعتين يكون مغلق جوال تماما، عشان حتة الدوبامين فاستنج وحتة الدوبامين ديتوكسيفيكيشن، وعملت فيديو كامل تفصيلي عن الجزئية دي. بفضل ان احنا نستخدم بعد صلاة العشاء اي عشبة من الاعشاب الطبيعية اللي احنا ذكرناها من شوية في النوم لتحسين جودة النوم، زي الكاموميل، زي الكلاف، زي البيبرمنت. وزي ما قلت لكم بالطريقة اللي انا نصحتكم بيها، المية تتغلي وبعد ما تتغلي اسيبها شوية وبعدين اصبها على العشبه نفسها. دي النصايح اللي انا انصحها لاي حد حابب يحسن جوده النوم. دكتور انا باخد ادويه نفسيه وكنت بنام كويس وحاليا للاسف نومي متقطع. هنا يبقى في مشكله غالبا في حته الاستريس هرمونز، ان الشخص بيتعرض لضغوطات، لمشاكل، لتوتر، بيدخل نفسه في مشاكل او في حاجات، سواء هي وهو بيدخل بارادته او غصب عنه، فهنا الاستريس هرمونز زادت، اللي هو عندنا الادرينالين، عندنا النور ادرينالين، عندنا الكورتيزون، عندنا الاوكسيداتيف ستريس، كل دول لما بيزيدوا للاسف بيقللوا جوده النوم. فنخلي بالنا، فهنا لازم نراجع الطبيب عشان يزود الجرعه نفسها بتاعت الادويه، ولازم انت تبعد نفسك عن الاسترس وعن الضغوطات دي كلها. سين 14، قول لنا اقرب حاله شفتها في حياتك عن موضوع النوم. هو في حاله شخص صديق شخص يعني كان يعني بيقول لي ان هو ليه 10 سنين ما بينامش الا 3 ساعات كل يوم، وعمل فحوصات وعمل كشوفات وكل حاجه تمام، ما فيش اي مشكله معاه، ما فيش اي مشكله صحيه، وكمان بيصحى فايق، بيأدي المهام الوظيفيه بتاعته، بيشتغل، بينجز. فدي اغرب حاله انا شفتها في حته النوم الصحي من 6 ل 8 ساعات، يعني هي تختلف من شخص للتاني. اتمنى كده ان انا جاوبت كل الاستفسارات المتعلقه بالنوم. لو اي حد عنده اي استفسار عن موضوع النوم، عن جوده النوم، عن كمان مكملات، عن الادويه، عن الادويه اللاوصفيه، عن الاكتئاب، عن القلق، عن الهوس، عن هلاوس الضالات اللي ممكن تاثر في جوده النوم، اكتبها لنا تحت، وما تنسوش اللايك الشير بتاعكم. خلص، حياتي، السلام عليكم.